في يوم من الأيام كان في واحد مسافر من مدينة لمدينة، وهو في طريقه وبسبب سرعته العالية فقد السيطرة على سيارته، وكان على وشك إن السيارة تنقلب، إلا إنه قدر في آخر لحظة يسيطر على السيارة، لكن مع الأسف الشديد إطار من إطارات السيارة انفصلت عنها، ودي ما كانتش المشكلة لأنه معاه ستيبو يعني بديل الإطار، لكن المشكلة إنه فقد المسامير اللي كانت بتربط الإطار ومعرفش يتصرف إزاي. فضل واقف يفكر أعمل إيه في المشكلة دي. بص حواليه لقى مبنى قريب من الطريق، مكتوب على المبنى مستشفى الصحة النفسية، وواحد باصص من المبنى وشايف كل حاجة حصلت بالتفصيل. راح صاحبنا صاحب المشكلة للشخص اللي كان واقف في المستشفى وقال له بيتهيألي إنك شفت كل اللي حصل. رد الراجل وقال له أيوة وبالتفصيل. قال له طب تفتكر إيه حل المشكلة دي؟ رد عليه وقال له الحل بسيط جدا، خد مسمار من كل إطار من الإطارات التانية السليمة واربط بيها الإطار الرابع اللي انت فقدت مسامير. الفكرة عجبت صاحبنا وشكروا عليها وسألوا انت طبيب هنا؟ رد عليه وقال له لا انا نزيل. استغرب الراجل وقال له هو مكسوف يعني انت مجنون؟ فرد عليه وقال له ايوه مجنون لكن مش غبي، خليك واثق في نفسك، اوعى كلام اللي حواليك يعطلك عن تحقيق اهدافك واحلامك، حتى لو قالوا عنك مجنون إياك كلامهم يأثر فيك، كمل مشوارك ما تقفش عشان ترد عليهم وتعرفهم إنك صح، خلي ردك عليهم يكون بإنك تحقق أحلامك وطموحاتك وتثبت لهم إنك كنت صح في ثقتك بنفسك. سلام عليكم.